كشف وزير التربية والتعليم سعادة الدكتور مجد بن علي النعيمي أن العام الدراسي الجديد سيشهد طرح أكثر من 60 من الكتب الدراسية والكراسات العملية وأدلة المعلمين الجديدة والمطورة في جميع المراحل الدراسية وفي مجالات المواد الدراسية المتعددة. تشمل الكتب الدراسية الجديدة التي تطرحها وزارة التربية والتعليم اللغة العربية والإنجليزية والتربية والمواطنة والعلوم النظرية والتطبيقية. يأتي هذا التطوير في إطار خطط الوزارة التطويرية الهادفة لمواكبة المستجدات وتلبية متطلبات القرن 21 وتحقيق الرؤى الوطنية والتوجهات العالمية، بالأخص الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 2030 والذي يعنى بالتعليم الجيد والمنصف مع مراعاة الخصائص النمائية للطلبة وربط هذه الجهود بإنتاج الدروس والإثراءات الرقمية والدروس المتلفزة.